السلام عليكم. إذا الشعب يوما أراد الحياة وشاء الإله استجاب القدر، فلا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. لقد قرر شعبنا الفلسطيني العظيم أن يكسر القيود وأن يهزم الظلمة ويقتص من الظلام. فالأقمار التي تنطفئ من شهدائنا الأبرار كل يوم كفيلة بملء الكون ضياء ونورا، والعذابات التي يتجرعها شعبنا الفلسطيني المجاهد منذ قرن من الزمن كفيلة أن تجعل الأرض تلفظ الغزاة المحتلين. لقد أراد الشعب أن يعود، لقد شاء اللاجئون أن يوقفوا نزيف الانتظار ويضمضوا جراح التهجير القسري الذي جعل أعمارهم تذوي في غياهب الغربة. لم ينس الفلسطينيون أرضهم المحتلة، إنهم على مشارفها الآن، يقطعون السياج الشائك بأسنانهم ويدخلون إلى بعض أرضهم التي منهم تحت سمع الاحتلال وبصره. أحمق من يظن أن بمقدوره أن يوقف هذا الطوفان البشري عن تحقيق غاياته الكبرى بالعودة الحتمية إلى أرضه. ضعيف وإن بدا قويا من يقف في وجه شعب يعشق الحياة ويمتلك إرادة الصمود لتحقيق المستحيل. طلعنا بمسير العود نحيي الثوار، وعد الله بأيادينا ومفتاح الدار. طلعنا بمسير العود نحيي الثوار، وعد الله بأيادينا ومفتاح الدار. بالقدس جليل ومثلث صدر القرار، شعب متطفى وغزة على خط النار. محلى العقد الجوري صدر الشهيد، ورح يحلى أكتر يما بالزغاري. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. إذن نحن معكم في حلقة جديدة من فلسطين، فلسطين التي تئن تحت وطأة الاحتلال الصهيوني، لكنها أيضا تشتبك معه يوميا ومن مسافة صفر على الحدود مع قطاع غزة. وإن شاء الله هذا الاشتباك يطال الاحتلال في أكثر من موقع في الضفة الغربية المحتلة وفي القدس وفي الحدود الخارج فلسطين. لكن اليوم نتحدث في نقطة مهمة، اقتربنا جدا من موعد حدده الفلسطيني وأرادوا من خلاله أن يعيدوا للعالم أو للذاكرة العالمية، لذاكرة الكون، أن الشعب الفلسطيني المهجر قسرا من أرضه يجب أن يعود إلى أرضه في ذكرى النكبة 70 والتي بدأت عام 1948. يصر الفلسطينيون على الحضور بقوة وعلى ترسيخ مفهوم العودة الحتمية من خلال الحديث عن مظاهرات بدأت بيوم الأرض المبارك في أسابيع وفي جمعات متتالية، كان آخرها جمعة عمال فلسطين. نحن بعد أيام على موعد مع جمعة النذير، وبعده سيكون يوم 14 يوم المسيرة الكبرى، مسيرة العودة الكبرى. وهذا هو موضوعنا في الحقيقة للنقاش في هذه الحلقة، حملة سبعينية النكبة، الحضور الفلسطيني والعودة الحتمية التي أطلقتها مجموعة من المؤسسات الفلسطينية مؤخرا. سنناقش هذا الموضوع مع كوكبة من ضيوفنا. معنا في الأستوديو الأستاذة إسراء الشيخ المتحدثة باسم حملة سبعينية النكبة. أهلا وسهلا فيك أستاذة إسراء. أهلا بك أخي يونس.
وأرحب طبعا بضيوفي لاحقا، الدكتور جمال عمر الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني من القدس، والدكتور ناجي الضاضة أيضا الكاتب والمحلل السياسي من غزة عبر الخط الهاتفي، بعد قليل سينضمان إلينا. لكن دعونا نبدأ بمشاهدة هذا التقرير ثم نعود للنقاش، فابقوا معنا. في ظل تزاحم الأزمات العربية لدى كثير من الدول، تأتي ذكرى النكبة الفلسطينية التي كانت قبل 70 عاما ولا تزال. تداعيات فلسطينية ودعوات لإحياء تلك الذكرى الأليمة داخل الوطن الصليبي وخارجه، عبر إطلاق حراك شامل وواسع ضد المخططات التصفوية. ما زال الشعب الفلسطيني متمسك بحقه في العودة إلى فلسطين، رغم ما يتعرض له الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس أو في الشتات من ألم ومعاناة، من حرمانه من تنفيذ العودة، من حقه في تنفيذ العودة إلى فلسطين. حملة الحراك الشامل خارج فلسطين تهدف إلى تسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في تهجير الشعب الفلسطيني، والتي تمخضت عنها النكبة، وإبراز حجم معاناة اللاجئ الفلسطيني والتأكيد على حق العودة كحق قانوني وشرعي اعترفت به الأمم المتحدة. انطلقت حملة إعلامية من تركيا لتتحاور مع أكثر من 53 دولة حول العالم للتغريد المكثف والمتواصل على ما يسمى بسبعينية النكبة في ذكرى النكبة 70، وهذا طبعا كان على موقع التواصل الاجتماعي للتغريد بأكثر من لغة في محاولة للفت أنظار العالم لما يجري في فلسطين. وتخوض حملة الحراك كل المستويات القادرة على إيصال صوت اللاجئ الفلسطيني ميدانيا، كانت بالمسيرات والمظاهرات والمؤتمرات، أو رقميا باستخدام شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الحوارات العامة وتصميم واسم للحملة يحمل شعار المرحلة نكبة 70 باللغتين العربية والإنجليزية، لتكن صورة مشرقة للكفاح السلمي ضد تهجير اللاجئ الفلسطيني. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، أهلا بضيفة الأستاذة إسراء مرة أخرى. إذن تنطلق هذه الحملة، أو انطلقت منذ فترة في الحقيقة، لكنكم تستأنفون وتستمرون في نشاطكم وصولا إلى يوم المسيرة الكبرى. هل من تعريف وإطلالة سريعة على هذه الحملة؟ يعني بداية أخي يونس، كما نعلم أنه للأسف الشديد في هذه الفترة الاحتلال الصهيوني يحتفل بالذكرى 70 لقيام دولته المزعومة دولة إسرائيل. نحن في هذه الفترة طبعا هو يحتفل من خلال مجموعة من الفعاليات على أرض الواقع، وأيضا من خلال هاشتاج إسرائيل 70 عبر مواقع التواصل الاجتماعي. متابعتنا لهذا الهاشتاج أو من خلال متابعتنا له نلحظ الكثير من الحرب الإعلامية أو الأغلوطات الإعلامية والتاريخية التي يقوم الاحتلال الصهيوني ببثها من خلال هذا الهاشتاج، من باب كسب الرأي العالمي اتجاه دولة إسرائيل، ومن باب التعريف بكون دولة إسرائيل كانت دولة محتلة وتم استقلالها قبل 70 عام. وهنالك طبعا الكثير من الأغلوطات التاريخية التي يتبعونها وتندرج ضمن هذا المضمار. نحن دورنا في حملة سبعينية النكبة مع هذا الاحتفال، وأيضا في ظل إعلان ترامب أنه في يوم 14 مايو سيكون هنالك احتفال بنقل السفارة الأمريكية للقدس، نحن ارتأينا بتأسيس حملة سبعينيات النكبة للرد بداية على كل الأغلوطات التاريخية التي تحاول إسرائيل نشرها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلالها تحاول كسب الرأي العام اتجاه دولة إسرائيل وقضية إسرائيل المزعومة، وأيضا من خلال إعادة التوعية بأن القضية الفلسطينية لم تنتهي منذ 70 عام. حتى الآن جرت عملية تطهير عرقي ممنهجة ومدروسة، وحتى هذه اللحظة لم يحاكم من ارتكب هذه الجريمة، بل على العكس تماما، منهم من أصبح يعني رؤساء وزراء، ومنهم من كوفئ بجائزة نوبل للسلام، يعني قادة العصابات الصهيونية. وبالتالي دورنا إعادة التعريف بمفاصل مهمة حول تاريخ القضية الفلسطينية وحقيقة ما جرى قبل 70 عام، والرد على الادعاءات الصهيونية، إضافة طبعا للتعريف بالقضية الأساسية حاليا التي هي قضية اللاجئين، وأن هنالك يعني ما يقارب 7 مليون فلسطيني يعيشون خارج
الأراضي الفلسطينية ومن حقهم العودة، ما زال هنالك من يملك يعني الكوشنات بامتلاكه البيوت والأراضي الموجودة داخل فلسطين، ومن حقه أن يفكر بالعودة وأن يعود في يوم من الأيام. نعم، إذن هذه مجموعة من الأهداف. نعم. الضمنية للحملة، هل يعني من حديث عن طبيعة الحملة، هل ستكون حملة على أرض الواقع أم أنها ستكون حملة رقمية فقط؟ نعم، طبعا الحملة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو حراك ميداني، سيكون من خلال مجموعة من الفعاليات. طبعا هذه الفعاليات بدأت فعليا من شهر نيسان الماضي، لكن تركزها أكثر شيء في شهر مايو. حتى هذه اللحظة تم رصد أكثر من 80 فعالية حول العالم. أقول حول العالم وليس فقط في العالم العربي، في العالم العربي، أوروبا، أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا، تم رصد مجموعة من الفعاليات الفلسطينية كلها يعني تندرج إما بالتوعية، يعني مجموعة من الفعاليات والندوات التي توعي بالقضية الفلسطينية، أو حراكات ميدانية تناصر مسيرة العودة في غزة، كلها تندرج ضمن فعاليات سبعينية النكبة. أيضا هنالك 70 غرفة تغريد حول العالم تم العمل على تأسيسها. هذه 70 غرفة تغريد طبعا ستكون عملية التغريد، هي فعليا بدأت عملية التغريد. نعم. من بداية شهر مايو عبر مواقع التواصل على الهاشتاجي نكبة 70 بالعربي وبالإنجليزي، لكن الذروة ستكون يوم 14 مايو. جميل، طيب دعينا نرحب بالدكتور جمال. نعم. عمر، الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني من مدينة القدس المحتلة. دكتور جمال، أرحب بك معنا في هذه الحلقة. حياكم الله والمستمعين الكرام وضيوفك الكرام. الله يحييك دكتور. دكتور، نحن في مرحلة فاصلة وفي أيام يؤكد الفلسطينيون من خلالها على حضورهم مرة أخرى، ويرسخون مفاهيم كادت أن تغيب بفعل العدوان الصهيوني المستمر وبفعل هذا الغياب العربي والخلافات الفلسطينية الداخلية إلى آخره، لكن مرة أخرى يصر الفلسطينيون على أن يظهروا في المشهد، وهذه المرة بقوة، وخاصة في مواجهة قرار الأحمق ترامب الذي دخل حيز التنفيذ الآن، مثل ما رأينا رئيس بلدية الاحتلال قام بتعليق يعني اليافطات المشيرة إلى مكان السفارة. سيكون هناك إعلان عن افتتاح السفارة في 15 مايو ذكرى النكبة. إذن نحن أمام اشتباك حقيقي بين الشعب الفلسطيني وبين دولة الاحتلال. نعم أخي الكريم، هذا صحيح 100%. الآن مرحلة جديدة شكلا ومضمونا تدخل إلى المنطقة. الآن نحن أمام الحقيقة ناصعة متجردة تماما أمام المشاهدين وأمام المراقبين والمحللين. نحن اليوم نرى الأمور بلا قناع، سقطت كل الأقنعة. 70 عام لم تكن ذكرى النكبة، بل كل يوم نكبة للشعب الفلسطيني العربي. 178 مجزرة، تهجير بملايين، كل هذه المآسي، ويتوجها الآن دونالد ترامب الأحمق أكرمكم الله بإعلان الحرب. هو أعلن الحرب الآن على ليس الشعب الفلسطيني ولا على المقدسات الفلسطينية وعلى القدس على وجه الخصوص، بل أعلن الحرب على الأمة الإسلامية بكاملها، صاحبة الحق الشرعي في الأرض الوطنية الإسلامية لفلسطين من بحرها لنهرها. وهو بالتالي صحيح يعني أسس لمرحلة جديدة لصالح الصهاينة، سوف تكون أزمنة عجاف يعني وسنوات عجاف، لكن في المقابل رسخ الفلسطينيون ووجهوا بوصلتهم بالاتجاه الصحيح باتجاه القدس، والقدس أولا وليس أخيرا كما ذهبت وفعلت أوسلو باتفاقيتها الهزيلة. اليوم الجميع يعرف الاتجاه الصحيح، حق العودة ومسيرة العودة الكبرى، ويعني تكرار الحديث عن شيء واحد وأساسي أن القدس سوف تكون العاصمة. كل هذا يؤسس أيضا لمرحلة جديدة ويرسخ مفاهيم جديدة، فنحن أمام يعني تحول تاريخي يعني تتعاظم فيه المقاومة الفلسطينية، يتعاظم فيه المفهوم للصمود والرباط على أرض الرباط، إلى أن يأذن الله بأمر كان مفعولا وتجد العراقي والسوري واللبناني وتجد المصري وتجد الكويتي الكل منخرطين في خندق واحد لاستعادة يعني مسيرة عمر، وسوف يستعيدون همة صلاح الدين الأيوبي. ذلك أمر الله، ذلك وعد الآخرة، ليس وعد بالفور ولا وعد دونالد ترامب هذا المجرم الذي كان المقدسيون ينتظرونه بفارغ الصبر حتى يلقنونه درسا، وعلى ما يبدو. نعم. أن استخباراته قد أبلغته بعدم الحضور. نعم نعم دكتور جمال، يعني أنا عندما أنظر إلى هذا المشهد يعني أستغرب جدا. نحن الشعب الفلسطيني قدرنا في الحقيقة أن نواجه
احتلالين، حكومتي احتلال، برلماني احتلال. أنا أتحدث عن الاحتلال الصهيوني والاحتلال الأمريكي. ما علاقة أمريكا بنا كي تشرع من خلال الكونغرس والمؤسسات الأمريكية أن القدس عاصمة لدولة إسرائيل؟ ما علاقتها بنا كي تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في الشأن الفلسطيني؟ يعني هذه الحقيقة بدأت تتكشف أكثر فأكثر الآن، أننا أمام احتلالين، أمام حكومتي احتلال تقرران في الشأن الفلسطيني، وأمام برلماني احتلال، الكونغرس الأمريكي وكذلك مجلس الشيوخ. ما علاقتهم بنا حتى يعني يتخذوا مثل هذه القرارات؟ نعم أخي العزيز، ودت أن أقول للمشاهدين الكرام بكل صدق وصراحة ثلاث نقاط لو أدينت لي بسرعة فائقة، وهي أن أمريكا كانت على مدار 70 عام تكن عداء شديد جدا للأمة العربية والإسلامية عامة ولفلسطين خاصة لأمر معروف ومعروف جيدا من عام 1774 من أيام أبراهام لينكولن وتأسس في تلك العام، سواء يعني تصميم الدولار اللي عليه الهرم اللي على فوق العين اللي يعني المبصرة، ومن ذلك العام عندما شاهدت أنت النسر عليه 13 ريشة، وعندما تشاهد حركة أبراهام لينكولن المعروفة بالنورانيين، هذه حركة ماسونية نورانية صهيونية شديدة الخطورة، وهي اللي يعني أفرزت أمثال بوش الأب وبوش الإبن وأفرزت أمثال دونالد ترامب، هؤلاء مجرمون إرهابيون. ثانيا أن مسألة في منتهى الأهمية، أن من ملك القدس وفلسطين هو ملك زمام الأمة العربية والإسلامية. أصلا لم تتكون الدول العربية بسايكس بيكو ولا هذه الحدود المصطنعة اللي تسببت حروب بين العرب إلا بسبب سايكس بيكو، عندما قسموا العرب، قسموا البلاد العربية لأجل انتزاع فلسطين لصالح اليهود، وبالتالي تمثل القدس البوصلة للأمة العربية والإسلامية. إن هبطت القدس هبطت الأمة كلها، وإن ارتفعت وانتصرت انتصرت كسائر الأمة، وهذه مسألة أساسية، وهذه النقطة الثانية. وهناك نقطة ثالثة هي في حقيقة الأمر في منتهى الأهمية، أن الأمة العربية الآن في واقعها الصعب والصعب جدا لا تجد بينها قاسم مشترك تجمع عليه مطلقا، ولا يمكن أن تجتمع لا طم بالصغرى ولا طم بالكبرى ولا اللات ولا العزة ولا ما يحسنون. الأمة العربية والإسلامية يعني عندما تتحدث أنت عن القدس يعني يقولون نعم نعم نعم، يعني هناك إجماع، وبالتالي سوف تجمع القدس الأمة بكاملة تحت لواء الأقصى، وسوف يكون لما بعد هذا الاجتماع أمرا عظيما جدا وهو وعد الله. نعم. لأن في دكتور أشكرك على هذه الإضاءة، أشكرك على هذه الإضاءة المهمة، وأرجو أن تبقى معي سأعود إليك بأسئلة أخرى أستاذ إسراء، يعني اتصالا بما سبق، لكن هناك كما هو واضح يعني كما قلنا إصرار فلسطيني من خلال الأفراد والمؤسسات، ولعل هناك مجموعة كبيرة من المؤسسات المشاركة في هذه الحملة وليست مؤسسة واحدة طبعا خارج فلسطين المحتلة. نعم، والجميل أنه هذه المؤسسات تمتد على رقعات جغرافية ممتدة جدا عبر العالم، يعني هنالك مؤسسات فلسطينية أوروبا، أيضا مؤسسات مثلا من الأردن ولبنان، لدينا مركز راجع للعمل الوطني، الحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية انتماء الموجودة في بيروت، نعم. الشباب الأحرار في مخيم البقعة، هذا طبعا من الأردن، أيضا لدينا بيت فلسطين للشعر وثقافة العودة، رابطة المرأة الفلسطينية في الخارج، يعني هنالك مجموعة من المؤسسات، وبالمناسبة حتى مثلا لدينا لجنة أطباء من أجل القدس هذه الموجودة في الأردن، يعني كما تلاحظ أنه هنالك توجهات مختلفة، فأعمال وأنشطة مختلفة، نعم. لمؤسسات مشاركة في هذه الحملة التي ستكون على نطاق واسع، منهم من سيشارك في التغريد، منهم من يشارك أصلا في تأسيس الفعاليات، كل حسب موقعه ومكانه واختصاصه، ومنهم أيضا من يشارك في عملية إعداد المواد الإعلامية التي ستنشر عبر عمليات التغريد على السوشيال ميديا. هل تم التحضير فعليا لبعض الفعاليات على أرض الواقع؟ طبعا هنالك العديد من الفعاليات، كما قلت سابقا تم رصد 84 فعالية. لا، نتحدث عن نعم. الأيام القادمة أيضا سيكون هنالك مجموعة كبيرة من الفعاليات، طبعا هذه الأكثر من 80 فعالية، منها ما تم أصلا في شهر نيسان، ومنها ما سيتم خلال شهر مايو في يعني نعم. في عدة دول، فنعم هنالك فعاليات موجودة على أرض الواقع ومتنوعة جدا. نعم، وكما قلنا ستنقسم ما بين فعاليات واقعية وفعاليات نعم. أيضا، ومسألة يعني التحدي الرقم أيضا هذه مسألة مهمة، لأن الاحتلال يحاول أن يوهم العالم نعم. أنه صاحب الحق، ومن لا يعرف الحقيقة
قد يصدق هذه الأكاذيب. دكتور جمال، اسمح لي أن أطرح عليك سؤالا فيما يتعلق بالمشهد الفلسطيني وما حصل مؤخرا من اجتماع مجلس وطني والمسيرات في قطاع غزة وإعلان، يعني أو ليس إعلان، البدء بخطوات عملية كي تكون القدس عاصمة دولة الاحتلال. هذا المشهد المتداخل الشائك، كيف يمكن أن نجعل كل هذه المتناقضات تخدم قضية القدس الآن وقضية عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه؟ أخي يعني إذا ما قرأنا العلماء النفس تاريخيا وخاصة ابن سينا، كان هناك شيء من ضمن العلاج الذي يتم للناس المتأزمين هو علاج نفسي يعني، وأيضا يمكن أن تسميه العلاج بالصدمة، وهذا يعني هذا علم، هذا علم يدرس في الجامعات، ويدوبني جاي من جامعة بيرزيت وانتخاباتها العظيمة للسنة الرابعة على التوالي ينتصر الأحرار الذين يؤسسون للقدس يعني عاصمة لفلسطين، والقدس كاملة مش 20% من القدس، إنما كامل القدس وكامل فلسطين يا سيدي. وبالتالي ردا على سؤالك الكريم، كيف نحول هذه الأمور إلى نعظم الإيجابيات والوجه الإيجابي والطاقة الإيجابية في هذا الموضوع من خلال مسيرة العودة ومن خلال توحيد البوصلة باتجاه التحرير؟ نحن نقول أخي بكل صراحة بأن ما فعله دونالد ترامب في ظاهره العذاب في باطنه الرحمة، هذا هو العلاج بالصدمة. الآن استفاق الضمير ولو جزئيا لجامعة بيرزيت، استفاق في الجامعات الفلسطينية، الطلاب يتحركون، العمال يتحركون، الشعب الفلسطيني أجمع بالإجماع أنه يريد عقد مؤتمر للمجلس الوطني الفلسطيني الجامع والتخلص من المجلس الانعزالي الإقصائي الذي تم في رام الله والذي لا يمثل الشعب الفلسطيني. وبالتالي نعظم الإيجابيات، نعظم الوحدة الوطنية، نعظم التوجه، باعتبار أن مرحلة دونالد ترامب هي مرحلة بداية العد التنازل لإزالة الاحتلال عن كامل فلسطين باعتبارها أرض وقف كامل لكل أمة الإسلام. إذن ذلك ممكن وممكن جدا. يعني إذا ما شاهدت اليوم الناس في حالة الغضب الشديد والحافزية المطلقة كما ذكرت الأخت، اليوم في كل مدينة ودولة عربية وإسلامية هناك فتيات ونساء وشباب لأجل القدس، لأجل القدس، لأجل القدس. في المقابل طبعا هناك شياطين لأجل ما يسمى صنم الهيكل وصنم التلمود والتوراة، تلك مسائل يعني لا. تلك مسائل قضت وانتهت ولا قيمة لها، وثنية وثنية ابتدعوها ما لها علاقة بالدين على الإطلاق، لا سماوي ولا أرضي. وبالتالي أقول لك بأن فعل دونالد ترامب يمكن تناوله بطريقة مختلفة كلية، واعتبار ما فعله دونالد ترامب من إعلان حرب على المسلمين هو بداية انطلاقة سيساهم فيها كما قالت المخابرات الأمريكية 22 مليون شاب وشابة مسلمة جاهزون لأن يكونوا تحت الطلب في ساعة واحدة، في لحظة واحدة، في وقت واحد عندما يأذن الله بهذا الأمر، وهو قادم لا محالة، شاء أم أبو هذا الأمر قادم بحول الله عز وجل. لا شك في ذلك. دكتور جمال عمر، الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني، شكرا لك، كنت معنا من القدس المحتلة، وتحيتي الكبيرة لأهل القدس الصامدين المرابطين. أستاذة إسراء، يعني من الأهداف التي تودون تحقيقها في هذه الحملة وفي حملات مشابهة، مسألة التركيز على بعض المفاهيم والمصطلحات. نعم. والغلطات كما قلتي، وهذه مسألة مهمة في الحقيقة. صحيح. وخاصة أن كثير من الناس كما قلنا يعني يصدقون ما يروج الاحتلال من أكاذيب مستمرة تصبح حقائق مع الأسف الشديد ومع الوقت. يعني. نعم. يعني هل من يعني إطلالة على هذا الموضوع؟ نعم، يعني واحدة من الأغلوطات التاريخية التي نستخدمها، وسيتفاجأ الآن المشاهدين إنها هذه من إدعاءات الاحتلال، أن نقول حرب 1948. فعليا حين تستخدم مصطلح حرب، مصطلح حرب في المصطلحات السياسية والحربية تعني مواجهة كبيرة حدثت بين جيشين، لكن فعليا ما حدث لم يكن حرب أو مواجهة بين جيشين. بداية كان هنالك هجوم مدروس على القرى الفلسطينية من أجل تطهيرها عرقيا، هذا الهجوم كان في معظمه يتم ليلا، بمعنى لم يكن هنالك مقاومة من قبل سكان القرى، وأيضا عدا عن ذلك لم يكن هنالك أصلا جيش حقيقي يقاوم، كان هنالك جيش فلسطيني هو جيش الإنقاذ، يعني كان بمثابة جيش صغير في مقابل ترسانة صهيونية عسكرية كانت تعداد
عددها أكثر من 50,000، وكان هنالك صفقات أسلحة تمت يعني وتم من خلالها إمداد الجيش الصهيوني بمعدات ثقيلة جدا لمهاجمة القرى. أيضا عدا عن ذلك، وهذه مسألة مهمة جدا، أن الجيوش العربية التي شاركت لم يصل تعدادها، يعني يا دوب عم تحكي عن 4,000 مقاتل وبمعدات ضئيلة مقارنة بالجيش الصهيوني. عدا عن ذلك أنه هذه معلومة تاريخية مهمة، أنه كان هنالك اتفاق أصلا بين القادة البريطانيين للجيوش العربية والجيش الصهيوني بألا تتم عملية مهاجمة للمناطق اليهودية أصلا، وفي حال حدث هنالك يعني مواجهة بين الجيشين ألا يكون هنالك مواجهة حقيقية. ولذلك كلوب باشا البريطاني الذي كان رئيس للجيش الأردني في ذلك، قائد الجيش الأردني في ذلك الوقت، أطلق على حرب 48 مصطلح الحرب المزيفة، يعني فعليا لم يكن هنالك حرب. طبعا لماذا إسرائيل تحاول الترويج لمسألة حرب؟ يعني هذا في حال صدقنا أصلا، أو في حال أنه العالم مشي أنه أوكي حدث حرب يعني في 48، حتى تروج أو تبرر عملية التطهير العرقي التي حدثت. لذلك بعض المؤرخين مثل بيني موريس مثلا الإسرائيلي يقول في الحرب هذه الأمور تحدث، يعني من الطبيعي في حال كان هنالك حرب معناته من الطبيعي التطهير العرقي، وهذه مسألة خطيرة جدا يعني. ولذلك نحن نعيد ونركز أن ما حدث كان عملية تطهير عرقي مدروسة. ويعني بالمناسبة البعض قد يقول في هذا المضمار أنه طب حدثت هنالك الكثير من عمليات التطهير العرقي على مستوى العالم، ليس فقط في العالم العربي وليس فقط في فلسطين. لكن يعني المؤرخ الإسرائيلي نفسه إيلان بابيل مناصر للقضية الفلسطينية يذكر في هذا المضمار ويقول نعم حدثت هنالك عمليات تطهير عرقي، لكن لم يحدث في التاريخ الحديث أن يهجر نصف شعب وتدمر نصف قرى. يعني أنت إذا ما قارنت مثلا نسبة وتناسب نصف الشعب الفلسطيني، وصل الآن إلى يعني 5.9 قرابة 6 ملايين لاجئ. معي عبر الخط الهاتفي من غزة الآن الدكتور ناجي الضاضة، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حياكم الله دكتور. يعني قدر غزة أن تكون دائما رأس الحربة، يعني تاريخيا حضاريا في التاريخ الحديث والمتوسط والقديم كانت هذه المدينة رأس الحربة، وكانت دائما تسجل النقاط القوية في التاريخ في 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 قوة شكيمتها، في عنادها، في قتالها المتواصل، وفي انتصارها المفاجئ. وهذه المرة يعني خرجت بأسلوب إبداعي غريب في الحقيقة، وهي الالتحام مع العدو الذي يفصلنا عنه أسلاك شائكة وحدود وطيارات ودبابات وإمكانيات كبيرة. يعني العدو ليس داخل غزة حتى نلتحم معه، إنما هو يعني هناك فاصل كبير جدا. كيف جاءت هذه الفكرة؟ إلى أين يمكن أن تصل؟ ما هو تقييمك للوضع الحالي؟ يعني مسيرة العودة الكبرى هي فكرة إبداعية من إنتاج الشعب الفلسطيني. أقول بشكل واضح هذه الفكرة كانت قبل عام فيها ضرب من المجازفة الكبيرة، لم يكن أحد حتى من الفصائل ولا حتى النخب الذين قاموا على ترتيب هذه المسيرة، يعني بالنسبة المسيرة هذه سوى مجرد حلم، لأن حشد المدنيين، حشد الشعب الفلسطيني بعد ربع قرن من أوسلو التي جرت الويلات على شعبنا الفلسطيني كانت فكرة فيها مجازفة، حيث لا أحد يستطيع أن يحتمل وجود مدنيين أمام جيش همجي، أمام مئات من القناصة الذين يتربصون بالشعب الفلسطيني ليقتلوه وليصيبوه. ولذلك هذه المسيرة كانت فكرة إبداعية، حيث أن الشعب الفلسطيني طوال 70 عام وهو يثور ضد الاحتلال ويؤكد أنه لم يعترف بوجود هذا الكيان، هذه المسيرة بالفعل استطاعت أن تصل إلى يوم 30 مارس آذار، ذلك حلم كبير. وخلال 6 جمع وما يزيد عن 30 يوم، ما يزيد عن شهر بشكل متواصل، من الفعاليات المدنية الشعبية الميدانية التي لا يرفع فيها إلا علم فلسطين، لا يوجد فيها علامات حزبية على الإطلاق، هذه المسيرة استطاعت أن تجمع الشعب الفلسطيني من جديد على فكرة العودة وفكرة كسر الحصار بفكرة جماعية شعبية. أنا في تقديري أن وصول هذه المسيرة إلى جمعة النذير وهي بعد غد الجمعة على مسافة 3 أيام من 14
من مايو أيار حيث الزحف الأكبر، هذا انتصار كبير لإرادة الشعب الفلسطيني من جديد، حيث يؤكد الشعب الفلسطيني أن الثورة مستمرة، أن التطبيع مع الاحتلال غير مقبول تحت أي مبرر من المبررات، أن الشعب الفلسطيني صاحب الأرض وصاحب القضية لم يقر لا بقرارات الرئيس ترامب ولا بأي قرارات يمكن أن تتقدم بها أي منظومة إقليمية أو دولية، باعتبار أن الشعب الفلسطيني لا يزال شعب لديه حقوق لم يأخذها، وهذه الحقوق على رأسها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، هذه العاصمة التي يجب أن تكون القدس التي يعرفها كل عربي وكل مسلم وكل مسيحي، هذه القدس لا يمكن أن تكون إلا القدس التي تحتوي على المسجد الأقصى، إذ أن الحديث عن أبو ديس وأي من الأحياء من أحياء القدس القريبة والبعيدة كلها لا تحتوي أبدا على المسجد الأقصى، وهذا غير مقبول على الإطلاق. نعم. اللاجئون هؤلاء أصل القضية الفلسطينية، يجب أن تحل قضيتهم بالتأكيد. نعم دكتور، يعني نحن عندما نتحدث عن هذه القضية يعني بودنا أن تحقق هذه الحملة أو هذه المسيرات الكبيرة وهذه الأفكار الإبداعية نتائج على أرض الواقع، هل تتوقع أن تحقق شيئا من النتائج التي خرجت من أجلها؟ أولا النتيجة الأهم هي عودة روح الثورة الفلسطينية، عودة الفلسطيني إلى فكرة العودة إلى القضية الفلسطينية، عودة فلسطين كل فلسطين، هذا انتصار كبير للإرادة الفلسطينية، أن يجتمع الكل الفلسطيني بعيدا عن الرايات والشعارات الحزبية تحت لواء القضية الفلسطينية والعودة وكسر الحصار، هذا انتصار عظيم، أن يتواجد هؤلاء الآلاف عبر عدة نقاط، خمسة نقاط عظيمة في قطاع غزة ابتداء في مواجهة الاحتلال، هذا انتصار عظيم لإرادة الشعب الفلسطيني وإرادة المقاومة السلمية، نجاح الشعب الفلسطيني أن يقدم نموذجا ليس فقط في المقاومة العسكرية المسلحة ولكن أيضا المقاومة السلمية الإبداعية، هذه المسيرة كشفت الوجه الحقيقي لهذا الجند الصهيوني ولهذه الحكومة الوحشية التي تتبجح وتتباهى بكل وقاحة، والوقاحة الإسرائيلية متمثلة بها أنها تنشر مئات القناصة الذين يستخدمون أمام الكاميرات، يستخدمون الرصاص المتفجر والغاز السام وليس فقط الغاز المسيل للدموع، ليقتلوا أطفال ويقتلوا نساء ويقتلوا شباب سلميين مدنيين بشكل كامل، أن تصل المسيرة إلى هذا الحد من حيث الزمان والمكان هذا انتصار عظيم، ما الذي سيحدث يوم 14 و15 مايو أيار أنا في تقديري لا أحد يستطيع أن يتنبأ بما سيحدث، باعتبار أن الاحتلال بوحشيته لا نستطيع أن نتنبأ ما الذي يمكن أن يفعله أمام إرادة شعبية لا يمكنها أن تتراجع، وهذا الاحتلال لن يهنأ بقرار نقل السفارة، لأن هذا القرار قرار باطل بالنسبة للشعب الفلسطيني، القدس عاصمة فلسطين كانت وستبقى ولا نعرف غير ذلك، وهذا انتصار. أشكرك دكتور ناجي الضاضة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من مدينة غزة، والنصر إن شاء الله لكم ولهذه الجهود المباركة العظيمة وللشعب المبدع، يعني شعب يعني فذ في الحقيقة. أستاذ إسراء، أخيرا في ثلاث دقائق، في مسألة يعني خطيرة جدا يشتغل عليها الاحتلال، وهي مسألة تحييد بعض الفلسطينيين أو تحييد بعض الساحات بطريقة أو بأخرى، وهذا يثير تخوف، يعني ليس الشعب الفلسطيني في غزة، يثير تخوف الجميع أن تخرج غزة بهذه الطريقة دون أن يكون هناك مساندة من الضفة على سبيل المثال أو من القدس بظروفها المعقدة، ألا يكون هناك مساندة على المستوى المطلوب من خارج من الفلسطينيين في الخارج، طبعا فعاليات ضخمة وكبيرة لا شك في ذلك، مسألة تحييد بعض الفلسطينيين بالإضافة إلى المسألة السياسية وجماعة أوسلو كذا، بماذا تعلقين عليها؟ ما مخاطرها؟ كيف يمكن تجاوزها؟
يعني هي فعليا بالفعل كان هنالك خطة إسرائيلية، نحن كلنا أو بالأحرى بعض الفلسطينيين كانوا يعون هذه الخطة منذ البداية، مسألة هذا الانقسام للشعب الفلسطيني أو تضييق القضية الفلسطينية لتبقى في حدود غزة فقط. أنا سأقول ببساطة شديدة، آلية الرد على يعني هذا الادعاء أو هذه العملية التي تقوم بها إسرائيل هي مسألة عودة التفاف كل الفلسطينيين من سواء كانوا من جميع الانتماءات أو من جميع الفصائل أو حتى من جميع المناطق، عودتهم والتفافهم والقيام بما يستطيعون القيام به. نحن نعلم أنه أهالينا في الضفة فعليا الكثير منهم ملاحق لا يستطيع فعليا أن يقوم بمسيرات عودة ضخمة كما يحدث في غزة. نعلم أيضا أن هنالك ملاحقات لأهالينا في القدس، نعلم أن هنالك فعليا تضييق كبير لبعض الفلسطينيين في مناطق معينة حتى في مناطق 48، لكن مع ذلك هي دعوة للشعب الفلسطيني أن ينشط بما يستطيع القيام به. لذلك بالمناسبة كانت في سبعينية النكبة الحملة الرقمية، لأنه كل إنسان الآن يملك الموبايل، يملك وسائل التواصل الاجتماعي، يستطيع أن يرد ويستطيع أن يتحدث وأن يرد على الادعاءات الإسرائيلية. هذه بحد ذاتها يعني ستكون مشاركة ضخمة، ودعوتي لكل الإخوة الفلسطينيين وأيضا الإخوة العرب الذين سيشاركون، لأنه هنالك بالمناسبة غرف تغريد ستكون في مناطق أو سيشارك فيها إخوة من العرب ليسوا فقط فلسطينيين، هي دعوة لعدم الاستهانة بكل ما يمكن أن يقوموا به، عدم الاستهانة بالتغريد. الآن هنالك كما قلت في بداية الحلقة حملة إعلامية ممنهجة جدا لنشر أغلوطات تاريخية فيما يخص الصراع العربي الإسرائيلي أو فيما يخص القضية الفلسطينية. لذلك دورنا الرد من خلال حملة إعلامية مضادة لهذه الحملة، على الأقل فلنكثر سواد الفلسطينيين وسواد الأحرار في العالم الذين يطالبون بوقف اعتداءات الاحتلال. أشكرك أستاذة إسراء الشيخ المتحدثة باسم حملة سبعينية النكبة، كما أشكر ضيفي الكريمين اللذين كانا معنا قبل قليل، وللحديث بقية بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، حضارات كثيرة مرت على القدس وأمم مرت هناك وحكمت هناك. الحضارة الأموية ما زالت تتكلم بالعربي الفصيح في مدينة القدس المحتلة، فلنتابع. كفترة أموية بدت من 660 ميلادي وانتهت ب 749 ميلادي. أبرز الملوك اللي كانوا بهاي الفترة والخلفاء اللي كانوا في هاي الفترة لو عبد الملك بن مروان، لوليد بن عبد الملك، وسليمان بن عبد الملك، وكل واحد كان في إله إنجازاته وبصماته لليوم إحنا بنشاهد أثرها في مدينة القدس أو في فلسطين عموما. عندنا من أبرز المعالم الرئيسية للفترة الأموية عندنا مسجد قبة الصخرة، المسجد القبلي، القصور الأموية اللي هي دار الإمارة الأموية. رسم التوضيح اللي بين ايدينا بعطينا في الفتره التاريخيه الامويه ايش المباني اللي تجسدت عندنا في هاي الفتره. بنحكي عمالنا عن القرن السابع الميلادي بعد تولي عبد الملك بن مروان الحكم،
أخذ موافقة رعيته لبناء مسجد قبة الصخرة وما تلاه في بناء المسجد القبلي، بالإضافة اللي بنوا عدة قصور أموية واللي هي كانت تعد كدار الإمارة الأموية في جنوب وغرب المسجد الأقصى. كبرى هاي القصور كان يقع في الزاوية الغربية الجنوبية للمسجد الأقصى زي ما احنا شايفين في الرسم التوضيحي، هذا هو يعد أكبرها، تقريبا بنحكي بحدود 96 متر في 50 متر المساحة. كل القصور الأربعة اللي احنا بنشير إلها بالرسم التوضيحي هي مشكل رئيسي بفن البناء المعماري الأموي، اللي هو عبارة عن بناء مربع أو مستطيل الشكل من طابقين حواليه عدة غرف كانت تستخدم للسكن، بالإضافة إلى باحة في وسط القصر إما أن تكون فيها بركة ماء أو أنه يكون مزروعة بالأشجار أو النوافير. في الزاوية اللي احنا واقفين عنها إذا بتطلعوا هي نفس المبنى مع تناغم اللي هي المسجد القبلي من خلفنا. اليوم في حفريات كتير كبيرة موجودة فيها بحيث انه نزلوا لطبقات اعمق من هاي القصور واللي كشفت عن حضارات كانت قبل وجود القصور الاموية، ولكن في الفترة الاموية برزت قصور رائعة جدا تميزت بفن اموي بسيط. مشاهد عندنا هناك الباب الثلاثي واللي هو المؤدي للمسجد المرواني اللي هو يعتبر كاساس طلعوا منه لبناء المسجد الاقصى في الفترة الأموية تحديداً في عهد عبد الملك. أهلاً بكم. نابلس جبل النار مدينة فلسطينية عنيدة، مدينة فلسطينية جميلة فيها من التاريخ والحضارة ما فيها، فلنتابع هذه المدينة. مدينة نابلس. تقع نابلس جبل النار شمال الضفة الغربية على بعد 60 كيلومترا عن مدينة القدس. موقعها الاستراتيجي في واد بين جبلي عيبال وجرزيم المرتفعين جعل منها المركز الحضاري والتجاري الأكبر في فلسطين، وقد ذكرها ياقوت الحموي بقوله إنها مدينة مشهورة بأرض فلسطين بين جبلين كثيرة المياه. أسسها الكنعانيون في أواسط الألفية الثالثة قبل الميلاد وسموها شيكيم التي تعني المكان المرتفع. في عام 36 و600 للميلاد تم فتح مدينة نابلس وباقي مدن فلسطين لتكون تحت حكم الخلافة الإسلامية، حيث سميت باسمها الحالي في تلك الفترة. سقطت نابلس بيد الصليبيين في سنة 99 و1000 للميلاد إلى أن حررها صلاح الدين الأيوبي بعد انتصاره في معركة حطين. خضعت لحكم العثمانيين إلى أن احتلها البريطانيون عام 1918. تعرضت نابلس لزلزالين مدمرين دمر ثانيهما جزءا كبيرا من مبانيها تظهر آثاره حتى الآن في أبنية البلدة القديمة. بعد النكبة شهدت نابلس نموا كبيرا في عدد سكانها ومبانيها لأنها آوت أعدادا كبيرة من اللاجئين للإقامة فيها أو في المخيمات حولها. في العام 67 و900 للميلاد تعرضت نابلس لهجمة استيطانية فصودرت عشرات آلاف الدنومات من الأرض وتركزت معظم المستوطنات على السفوح الجبلية وحاصرت المدن والقرى الفلسطينية ومنعت تطورها ونهبت خيراتها.
شاركت نابلس كغيرها من مدن فلسطين في الانتفاضة الأولى ضد الاحتلال الصهيوني. انسحبت قوات الاحتلال الصهيوني من نابلس بعد أوسلو إلى أن أعيد اجتياحها واحتلالها عام 2002، فلم يعد الاحتلال يلتزم بالتقسيمات الإدارية ألف وباء وجيم للمدينة، ويقوم باجتياحها واعتقال أو قتل من يشاء ومتى شاء. تتكون البلدة القديمة من 8 أحياء وتضم كنيستين واثني عشر مسجداً وكنيساً واحداً للسامرة حول المناطق المأهولة بالسكان وعدداً من الأنصاب التاريخية. تحوي البلدة القديمة أيضاً حمامين تركيين وأسواقاً وورشاً للفخار والنسيج وعدداً كبيراً من الآثار كخان التجار وبرج الساعة المنارة. يقع فيها بئر يعقوب وفيها جبل جرزيم الذي يرتفع لأكثر من 500 متر فوق مستوى مدينة نابلس، ويعد الجبل الموئل الأساس للطائفة السامرية في العالم أجمع، حيث تحتفظ تلك الطائفة بأقدم التقاليد الدينية اليهودية في فلسطين والشرق الأوسط. تشتهر المدينة بالكنافة النابلسية كما تشتهر بصناعة الصابون، فالصابون النابلسي هو نوع من الصابون القشتالي الذي تنتجه مدينة نابلس فقط. خرج من نابلس الكثير من رجال السياسة والاقتصاد الذين تبوأوا مناصب رفيعة على مستوى فلسطين والأردن وسوريا، أشهرهم أحمد طوقان وسليمان النابلسي رئيسا وزراء الأردن السابقين، والشيخ عبد الحميد السائح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الأسبق، والشاعر المبدع إبراهيم طوقان وأخته شاعرة فلسطين فدوى طوقان، إحدى أهم شاعرات فلسطين في القرن العشرين. ومن قرى نابلس تخرج العديد من قادة المقاومة والجهاد، وعلى رأسهم الشهيد المهندس يحيى عياش والشهيد محمود أبو هنود. من جبل النار طلع الثوار، من جبل النار طلع الثوار، طلعوا والفجر على الآثار، عمال عبال قيم وكذا جرسيم، والشعب على عهد الإصرار. يا نابلس يا ساهرة، خلي المعاصر دائرة، والقعصري آمالهم برحى الرجال الثائرة. بهذه المدينة المباركة نابلس جبل النار نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.